للحديث عن أهمية العمل الخيري ودوره في تعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة، ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ عبيد البرغش، وهو المشرف العام على مبادرة فينا خير الإنسانية. أهلاً وسهلاً أستاذ عبيد. حياك الله. يا أهلا وسهلا أستاذ عبد الله والأستاذة سارة، سعيد في هالصباح الجميل، وصباحكم صباح عطاء وصباح تفاؤل. يا رب صباحك أجمل دائماً وأبداً. يعني نتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، اليوم كيف ينظر لواقع العمل الخيري داخل المملكة العربية السعودية؟ إذا ما تحدثنا أنه هم كبير بالنسبة للحكومة بالجهات الرسمية وحتى بالنسبة للقيمة المجتمعية والشعبية. جميل. أولا المملكة ليس بغريب عليها، كل يوم تحتفل بإنجازات باشرة، خصوصا مع الرؤية المستقبلية، رؤية الأمير الواعد الشاب محمد بن سلمان حفظه الله. اليوم شبابنا غير، ومبادراتنا أصبحت نوعية، وأصبحت الحملات الإنسانية والتطوعية أصبحت في قمة في الاحترافية. اليوم نفخر بإنجازات الشباب الطموح، سواء كان ذكور أو إناث، أصبح لديهم ليس الشغف وإنما الحس المجتمعي، المسؤولية العالية، الاستشعار بقيمة الوطن الذي تربى هذا الوطن، و على بذل الخير وبذل الإنسانية وبذل. اليوم نرى مراكز، جمعيات، فرق تطوعية، لجان اجتماعية، نرى شبابنا اليوم يزفون هذه المبادرات وكأنهم يقولون هذه هدية الشاب وهذه هدية الفتاة لهذا الوطن. اليوم العالمي للعمل الخيري أو الإنساني يوافق 5 ديسمبر، حقيقة يعني له ذكرى مع الأم تريزا، حقيقة يعني فمجرد أنها كانت تساعد المساكين والمحتاجين وحصلت على جائزة نوبل في عام 1976 تقريبا، قررت جمعية الأمم المتحدة في عام 1979 أن يكون هذا اليوم يوافق 5 ديسمبر، أن يحتفلون أصحاب الإنجاز بإنجازاتهم، يشاركون المجتمع في عطاياهم. فهذا خلاصة يعني اليوم المملكة العربية تشهد يعني كم زاخر من المبادرات. وخمسة سبتمبر النوعية. نعم بالضبط، مش ديسمبر. ها 5 ديسمبر. نعم ديسمبر ولا سبتمبر؟ عفوا سبتمبر. سبتمبر. نعم عفوا. جميل. طيب احنا يعني كما ذكرت استاذ عبيد انه العديد من الشباب والشابات، ولاحظنا يمكن كمان في فتره كورونا اظهرت هذه الجهود بكثافه ووجودهم في المجتمع في التطوع. كيف ممكن نستخدم هذه القدره وهذه الطاقه الشبابيه اللي موجوده عندنا، وهذا الحس وهذا يعني الحب للعمل التطوعي، في انه هذا ينعكس على العمل الخيري؟ شوف أستاذة سارة وليهون الأستاذ الجميل عبد الله، الشعب السعودي والمجتمع السعودي ليس عنصرا لكن مفطور على حب العمل الخير، لكن متى ما وجد المساحة والفرصة تجد هناك الزحام. أزمة كورونا أثبتت أن الشاب السعودي والفتاة السعودية قادرين بكل القدرات والمؤهلات أن يعملوا ليل ونهار في الحر وفي البرد. الأزمات تنتج الإبداع، صحيح، والإبداع لا يمكن أن يولد إلا من رحم المعاناة. فعلا الشباب اليوم حقيقة لما تنظم عندنا شيء اسمه كيان العمل التطوعي، وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان أنشأ هذا النظام، نظام العمل التطوعي، أصبح يعمل باحترافية. فعندما نجد أن هناك أزمة ولا قدر الله كارثة أو جائحة مثل كورونا، الجمعيات بادرت ونادت الشباب، فالشباب بادروا وأصبحوا صفا بصف يدا بيد من أجل خدمة الوطن. أرجع وأقول عندما يوجه الشاب يؤهل، يدرب، يعلم، يكيف، يكون لديه احترافية عالية في العمل التطوعي والعمل الإنساني والعمل الخيري. لأنه مهم جدا أن يكون هناك احترافية، لأنه فعلا هناك حب كبير لعمل الخير بناء القيم الدينية وأيضا اجتماعية موجودة، ولكن يعني مسألة الاحتراف في تنظيم هذه الرغبة لأن تذهب أيضا في الصالح الحقيقي، يعني بعيدا عن استغلاله بأي شكل مشوه. يعني أهمية الخطوات اللي حصلت في عملية تنظيم العمل الخيري في هذا الاتجاه تحديدا. جميل. وأيضا حتى الانعكاسات على محبي عمل الخير في أنهم والله يثقون في طرق العمل الخير. اليوم أستاذ عبد الله الشاب أصبح عنده وعي كامل. نعم. في السابق كان فيه يعني شبه يعني اجتهادات، والاجتهاد يعني قد يكون جانب الصواب أو قد يكون يحالف الخطأ.
لكن اليوم المظلات الرسمية والأنظمة والقوانين التي يعني الدولة شرعتها وسنتها، أصبح المتطوع اليوم يعمل بكل مثل ما ذكرت بكل احترافية، بكل مهنية عالية. اليوم شهادات تصرف، ساعات عمل تطوعي تمنح. اليوم قادة العمل التطوعي الشباب والبنات اليوم يؤهلون برخصة تسمى رخصة العمل التطوعي أو رخصة المسؤولية المجتمعية. هذه المنح وهذه الأوسمة وهذه الرخص تولد عندنا إرث كبير من الشباب، تجعل الشاب يدخل الميدان سواء كان في الحج، في رمضان، في أزمة كورونا، في توزيع العلاج، في توزيع السلات، أصبح عنده يعني خلينا نقول يعني بحكم خبرة بسيطة لا تقل عن 15 سنة في العمل التطوعي، أصبح الشاب اليوم يختلف عن العام الماضي، أصبح لديه كفاءة وقدرة وثقة. خليني بس أذكر ثلاثة عناصر سريعا ذكرت كيف. أولا يجب على القادة في العمل التطوعي أو الجمعيات أو اللجان أن تدرب الشاب تدريبا تأهيليا. ثانيا أن تمنح الشاب الثقة والمساحة، خله يخطي بس كيف أعلمه. الشيء الثالث والمهم هو التحويل أو ما يسمى في فن المهارات القيادية التفويض، أمنحه شيء من الصلاحيات علشان بكرة هو القائد، بكرة هو الذي يحمل الميدان، بكرة هو الذي يحمل الراية من أجل أن ننفذ مبادرات وكذلك الحملات.